بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد، مشروع مربح جديد على قناه رضا حاتم. لو اول مره تشوفنا قناتنا بتتكلم عن المشاريع المربحه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد. اضغط لايك لو عجبك الفيديو، اكتب لها تعليق لو عندك اي استفسار عن مشروع النهارده. مشروع النهارده يا جماعه مشروع براس مال بسيط جدا، 3000 جنيه وارباح 50%. مشروع النهارده للشباب؟ لا خالص، مشروع النهارده للسيدات، بالذات السيدات الارامل والسيدات المطلقات، عشان دي اكبر نسبه بتواجههم مشكله اللي هم يشتغلوا في المشاريع. المشكله اللي بتقابلهم ان هم بيبقوا موجود معاهم اطفال، فبالتالي ما بيعرفوش يطلعوا بره يشتغلوا في اي اماكن تانية عشان الاطفال اللي بيبقوا موجودين معاهم. فحل المشكله دي ان هم بيشتغلوا من البيت، بيصنعوا منتج من المنزل، فبالتالي يدخل لهم دخل كويس. مشروع النهارده يعتبر تاني افضل مشروع من المنزل. المشروع الاولاني ان شاء الله في فيديو تاني هقول لكم عليه، بس المشروع النهارده يعتبر تاني افضل مشروع من المنزل، وارباحه كويسه جدا ما شاء الله، وسهل جدا اي انسان او اي سيده تقدر تشتغل في المشروع ده. وكذلك برضو الشباب، مش معنى ان المشروع تصنيع منتج السيدات بس، ممكن الشباب برضو يشتغلوا فيه، بس الفئه الخاصه اللي هي السيدات. ومشروع النهارده يا جماعه هو تصنيع الطرط والجاتوهات والكب كيك من المنزل. مشروع تصنيع الجاتوهات والطرط يعتبر مشروع جميل جدا. انا النهارده جاي اقول لكم على النصائح المهمه قبل ما تبدا في المشروع ده، والادوات اللي انت هتحتاجها او تبدا في المشروع ده، براس مال كام واربحه ازاي، وازاي تسوق للمنتج اللي انت هتبدا تصنعه ان شاء الله. مشروع تصنيع الجاتوهات والطرط في المنزل والكب كيك مشروع جميل جدا. وعشان اشتغل في المشروع ده، الاول لازم يبقى عندك خلفيه بالتصنيع الطرط. ومعلش سامحوني، بس اللي انا مش يعني متعود اتكلم للشباب، فممكن اتكلم بصيغه المذكر او المؤنث عادي مش هتفرق، بس مهم المعلومات اللي انا هقولها تبقى معلومات صحيحه. قبل ما تشتغل في المشروع ده لازم يبقى عندك خلفيه تصنيع الجاتوهات وتصنيع الطرط وتصنيع الكب كيك، عشان انت هتشتغل في حاجه مش فاهمها او هتشوف فيديو بعد كده هتصنع زيه، لا لازم الاول تتعلم ازاي تشتغل في الحاجه دي عشان تعرف تبدع فيها، وعشان يبقى فعلا مشروع مربح بجد. المشروع ده يا جماعه مشروع جميل جدا، بس لازم الاول تفهم الاول هتشتغل فيه ازاي وهتسوق له ازاي، بعد كده تتعلم. يبقى اول حاجه عشان تشتغل في المشروع ده ان انت تتعلم ازاي تصنع الطرط والجاتوهات والكب كيك. طب اصنعهم ازاي؟ طبعا 500 قناه على اليوتيوب بتتعلم ازاي تصنع الطرط والجاتوهات والكب كيك. واكتر قناه بصراحه لقيتها متميزه في المجال ده قناه عزه في المطبخ، هتلاقي القناه في رابط القناه موجود في وصف الفيديو ده، تقدر تدخل على القناه وما شاء الله عندها اشكال كتيره جدا من الطرط، برضه تقدر تتعلم منها بكل بساطه، اسلوبها بسيط جدا بيعلم اي حد. ده بالنسبه لازم يبقى عندك خلفيه قبل ما تشتغل في المشروع ان شاء الله. طب دلوقتي انت اشتغلت في المشروع، بتروح تجيب خدت خلفيه عن المشروع، بتروح تجيب الادوات اللي انت هتشتغل بيها على طول؟ لا، ما بتجيبش الادوات اللي انت هتشتغل بيها على طول، لا، انت بتصنع الاول تورته في البيت بادوات بسيطه، مش لازم شكل يكون خيالي، المهم الجوده نفسها بتاعت الشغل. وبتصنع تورته عاديه، وبعد كده بتشوف اصدقائك، تشوف اهلك، تشوف معارفك، بتدي لهم التورته دي كنظام يدقوها يجربوها يشوفوها، والله كنظام تيست كده، يقول لك التورته دي جميله كويسه، بتشوف رده فعلهم ايه، عجبهم الشغل خلاص، بتبدا بقى ايه مره في الثانيه وتبدا تشتغل لحد ما العمليه اتاكدت فعلا ان شغلك تمام وشغلك بيعجب الناس ما شاء الله. بعد كده بقى تبدا تشتري المعدات اللي انت هتحتاجها عشان تصنع الطرط والجاتوهات والكب كيك، وتبدا توزع ان شاء الله. طيب ايه هي المعدات اللي انا هحتاجها عشان اشتغل في المشروع ده؟ اول حاجه المعدات، ممكن تبدا معدات براس مال 500 جنيه، معدات عاديه جدا، ممكن تبدا معدات براس مال 1000 جنيه، يعني كل ما بتزود كل ما الانتاج بيطلب منك اكتر، بتزود في المعدات، بتحدث في المعدات، يعني مثلا زي المضرب، ممكن تجيب مضرب ب 250 جنيه ماركه عاديه جدا، ممكن تجيب مضرب كهرباء ب 750 جنيه، ولو العمليه مشيت وطلب منك منتجات كتير ممكن تجيب مضرب اللي هو ب 10000 جنيه، وفي مضرب ب 13، وفي مضرب ب 15 اللي هي العجانه. تمام، يعني المشروع ما شاء الله تقدر تبدا فيه براس مال قليل،
لحد رأس مال كبير ما شاء الله، لحد ما العمليه تفتح معاك ما شاء الله. تمام، يبقى بدات عرفت ان انت بتصنع كويس. بعد كده بتجيب المعدات. طب ايه هي المعدات اللي انا احتاجها؟ طبعا انا سايب لك فيديو موجود هتلاقيه في الوصف. الفيديو ده يا جماعه بيشرح لك فيه جميع الادوات اللي انت هتحتاجها عشان تبدا تشتغل في المشروع ان شاء الله. والمعدات بسيطه جدا، واي حد ممكن، ونصائح مهمه فعلا برضو قبل ما تشتري المعدات. ده بالنسبه للمعدات. طب المعدات دي تقدر تبدا فيها بكام؟ تقدر تبدا فيها من 1000 جنيه ل 1500، ده حسب المعدات اليدويه. في معدات ب 500 جنيه، فده حسب المعدات اللي هتبدا بيها وحسب نظام شغلك اللي انت هتشتغل ان شاء الله. ده بالنسبه للمعدات. طب تاني حاجه ايه؟ المواد الخام. طب المواد الخام دي اقدر ابدا بمواد خام بكام فلوس؟ المواد الخام دي تقدر تبدا ب 1000 جنيه، ب 1000 جنيه كمواد خام. طب ايه هي المواد الخام اللي انا احتاجها عشان ابدا في المشروع ده؟ برضه سايب لك فيديو بيشرح لك ازاي، ايه هي المواد الخام المطلوبه، ايه هي المواد الخام المطلوبه بالورقه والقلم، المواد الخام المطلوبه والاعداد والعدد، المواد الخام هتعوز كم كيلو من كذا وكم كيلو من كذا وكم كيلو من كذا بالظبط بالتفصيل، موجوده في الفيديو برضو ما شاء الله يا جماعه. يعني يعتبر اول فيديو اللي هو بتاع المعدات او الادوات، والفيديو الثاني بتاع المواد الخام، يعتبر دول افضل فيديوهين موجودين على اليوتيوب بيعرفوك ازاي تشتغل في مشروع تصنيع الطرط والجاتوهات والكيك ما شاء الله. بعد كده بعد ما صنعت ان شاء الله وخلاص، بتجيب الحاجات دي منين الاول؟ اللي هي الادوات، او بتجيب الادوات او المعدات دي او المواد الخام، بتجيبها من محلات الحلويات. محلات ادوات الحلويات دي طبعا بتبقى موجوده في كل مدينه، بيبقى موجود في محل بيبيع ادوات الحلويات متوفره جدا ما شاء الله. وده برضو فكرني ان انا ممكن اعمل فيديو جديد ان شاء الله عن مشروع للشباب، محل ادوات حلويات ان شاء الله فيما بعد. ده بالنسبه للادوات هتجيبها من محل ادوات الحلويات، وكمان المواد الخام هتجيبها برضو من محل ادوات الحلويات. نيجي بقى لاهم حته واللي انا بتكلم فيها النهارده، واللي انا اصلا عامل الفيديو عشانها، الا وهي حته التسويق. طبعا انت صنعت وربنا كرمك، او ربنا كرمك وصنعت كميه كبيره او بعت كميه كبيره، اول نصيحه اقولها لك، اي تورته تصنعيها او اي تورته تعمليها تصوريها بالكاميرا، تصوريها صوره واحده بس وتخليها على الموبايل. ده هقول لك ليه دلوقتي. تمام، ده اول نصيحه مني ليك، اللي انت اي تورته تصنعيها تصوريها بالموبايل. تاني حاجة، ما تشتغليش تسويق اونلاين، يعني ما تشتغليش تسويق واتس ولا تشتغلي تسويق فيس زي ما الناس بتقول، عشان هتلاقي ناس كتير تحبطك. ده اول حاجة. تاني حاجة، هتلاقي واحد بعت لك صورة مثلا لطرطة معينة جايبها من الهند مثلا، واللي كان عايزك تعملي له الطرطة دي. طبعا الطرطة عمرها ما تطلع بنفس الشكل، او ممكن طلعت بنفس الشكل بس مختلفة في حاجات قليلة، يعني مش هتطلع بنفس الشكل اللي في دماغه، فبالتالي يحصل مشكلة عشان انت لسه مبتدئ في المشروع، لسه ما تمكنتش من الشغل بتاعك، فبالتالي يحصل مشكلة في الجروب، الناس تاخد عنك فكرة وحشة ان انت بتبوظي الشغل. فده كله شغل الاونلاين بلاش منه خالص. كل الحكاية اللي انت بتبدأ تصنع او تبدأ تبيع، وصورت كل تورتة، صنعت حوالي 5 تورت او 4 تورت، بتروح المحل الاول، ودي برضه نصيحة اقول لك في اخر الفيديو، بتروح المحل الاول وبتقول له دلوقتي انا بصنع تورت، فحضرتك هتحتاج تورت مني، بتحتاجوا اشكال ايه، بتحتاجوا مقاسات ايه، فالتورت بيبقى لها مقاسات وبيبقى لها اشكال، بتحتاجوا اشكال ايه، بتحتاجوا مقاسات ايه، الكلام ده كله. فبيقول لك الجوده اللي بتعملها، بتعملي جوده عاليه، بتعملي جوده، ما هي التورت برضه في التورت بتتعمل بجوده عاليه، التزيين نفسه بتاع التورت في جوده عاليه، في جوده منخفضه، في جوده متوسطه برضه في نفس التزيين. فهو بيطلب منك التورت، فحضرتك بتفتح الموبايل اللي انت صورت بيه التورت، بتقول له والله ده شغلي، وتبداي تقلبي له في الصور، ده شغلي وده شغلي وده شغلي. ممكن يقول لك مثلا عايز 2 من ده، عايز 3 من ده، عايز 2 من ده، وبتبدا تشتغل. مشروع ارباح المشروع لو هتبيع للاهالي والمنازل والجيران، ارباح المشروع لو التورته مثلا مكلفاك ب 100 جنيه بتكسبي 50%، بتكسبي 50 جنيه، لو هتبيعي للمحلات بتكسبي في التورته الواحده 25 جنيه. المشروع ده يا جماعه مشروع ما شاء الله مربح جدا وعملي جدا. نصيحه بقى قبل ما تشتغل في المشروع ده، نصيحه مهمه جدا، انزل اسال المحلات قبل ما تجيب الادوات وقبل ما تجيب المواد الخام، انزل اسال محلات التورت والجاتوهات وتاكد من كلامي طلع غلط، ان المحلات ما بتاخدش القطاط والجاتوهات،
خلاص يبقى انت ما تشتغلش في المشروع ده. انما انا متاكد ما شاء الله، يعني انا متاكد بس انت عايزك تتاكد، انا متاكد ان المشروع ده ما شاء الله مربح جدا، عشان في ناس فاتحين المشروع ده عندنا وما شاء الله بيكسبوا مبالغ كويسه جدا. ده كان فيديو النهارده، مشروع النهارده. معلش ما عرفتش اجيب المعلومات الكامله عن المشروع، بس قدرت افيدك باللي اعرفه. اشوفكم في فيديو تاني ومشروع مربح جديد على قناه رضا حاتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.